مثل ما شفتوا شباب الأميات اليوم بدأت تطلب من عندي مي، يعني قامن يسوون هاي الحركة اللي نفضن بها ريشهن انه يريدن مي للسبح. اليوم الأفراخ عمرهن 8 أيام تقريبا، الريش مدنبس بكل جسم الفرخات، والفرخات جاي يلاحظ عليهن شغلة انه جاي يفتحن حلقهن من الحرارة. وبنفس الوقت احنا حتى نحافظ على الأم من الجراثيم والطفيليات اللي تصير على الريش، اليوم لازم نقدم مي الهن بناء على طلب الأميات. انت الأميات راح تشوفن عندك يطلبن مي، راح تشوف هاي الحركة اللي نزلتها لك ببداية الفيديو، معناته الأميات يريدن مي. هسه هاي النتيجة تشوفوها، يعني مجرد انه خليت المي رأسا نزلت بالطاسة تسبح، شوفوا يعني الطيرة واضح كلش المسكينة محتاجة مي كانت حتى تسبح، هم تبرد جسمها، هم تتخلص من الوسخ اللي على ريشها، الطفيليات، واحتمال راح تقعد على الافراخ بميها، ما اعرف بعد بهاي الموضوع بالضبط. احنا راح نظل شوية نراقبها. هسه هاي الاماية، شوف الاماية اللي محتاجة اكثر شيء للمي وللسبح، مو الفحل، الفحل ما اعرف شو ليها هسه ما نزل. ولو احنا الفحل عندنا شوية مو مثل الاماية، الاماية شوية اركد من عنده، الفحل شوية مو راكد، حتى القراية مالته ماذا يقرا قدامنا، من تركيا ما يسكت طبعا. شوف الاماية شلون نقعت روحها. فهواي من الشباب يسألون يا بي الاميات جواهن فرخات ايش وقت ننطيهن مي؟ اليوم احنا عمر الافراخ 8 ايام، هاي النقطة الاولى. الثانية نقطة، انت راح تشوف الاميات يطلبن من عندك مي، حط لهن مي. قبل هاي المدة لا تقدم على هيك الشيء وتحط مي، لان الفرخات ما بيهن ريش نهائيا. تحياتنا لكم.